النهاردة أنا قدام باب زويلة وبالأخص شارع الخيامية. قلت ما ينفعش أفوت جو الرمضاني المميز عندنا في مصر، ومش عايزة أقول لكم أنا ما كنتش عايزة أمشي من هناك. المحلات والشارع وكل حاجة هناك بتقول أهلا رمضان. هناك هتلاقي كل حاجة ممكن تتخيلها أو ما تتخيلهاش، الفوانيس بكل أحجامها وأشكالها والزينة والأنوار. وعايزة أقول لكم إن هناك نسيت نفسي خالص. دي أحلى، يعني اللون مختلف ولا نفس الشكل؟ لا أنا علماني. الكوشيهات دي مطرزة في كل الألوان والأشكال، وهي بتتباع كده فاضية، وسعرها ب30 و35، ومبخرة والصواني والكوبايات البلاستيك وحتى مفارش السفرة والخيامية وكل حاجة. مش عارفه حاجات في العنب، مش عارفه ولا ده مين ده، انا مش فاكره. وهنا انا سوتاليا قاموا بدور المسحراتي في رمضان وانبسطوا جدا. اي مبخره؟ اي مبخره هنا ب15. وده عمر معاه التليفون، ملوش دعوه بقى لا برمضان ولا حتى بشعبين. مترو ونص في مترو ونص. ودول اسعارهم ايه؟ ده ب 100، مترو ونص في مترو ونص. كل حاجة هتلاقوها هناك، وديكور البيت وتزيينه عشان تملوه بهجة وفرحة. وانا ماشيه لقيت حاره فيها خيم باحجام مختلفه كانت حلوه قوي. وهنا لقيت المصانع اللي بتصنع الركن والترابيزات والبوفات الخياميه، والراجل قال لي تعالي خدي فكره وما تشتريش، بس انا اشتريت وما خليتش لبكره. أصفر وبيتي وزهر. وكمان في محلات الخيامية، وعايزة أقول لكم إن عاملة زي لوحة مرسومة، فن له قيمة، والأسعار بتبتدي من 50 جنيه على حسب المقاس والشكل لحد بقى 2000 وأكتر. حاجة بقى زي كده دي بتقعد ما شاء الله معاك قد ايه تشتغل فيها؟ دي هنا؟ اه دي بتاخد لها اكتر من 20 يوم شغل.
20 يوم، اليوم بيبقى حوالي 10 ساعات. الله يعينك والله بجد، بس حاجة. وهنا بقى الأولاد كانوا بينقوا الفوانيس رمضان طبعا، وكل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم. حاولت تشوفينا من النبي رمضان.